السلام عليكم يا شباب اولى ثانوي، ايه الاخبار؟ اتمنى يكون كلكم بخير، واتمنى تكونوا بتذاكروا المحاضرات اول باول. المفروض ان احنا زي ما اتفقنا ان هذه المحاضره كنا شرحنا فيها اخر مولكيول في جسمنا، والمحاضره الجايه هنخلص فيها نص المنهج ويونت 1 كله. هحاول ارجع لكم المحاضره دي بسرعه، هي كانت سهله وافكارها بسيطه بس هفكركم بيها. كنا بدأنا المحاضرة دي نفتكر يعني ايه بيولوجي، قلنا ان علم الاحياء هو العلم اللي عايز يعرف كل الليفنج اورجانيزم عايشين ازاي، كل الكائنات الحية بتاكل ازاي، بتتنفس ازاي، كل العمليات اللي في جسمنا بتتم ازاي. فلما بدأنا ندرس الكائنات الحية جبنا الانسان اهم كائن حي وقلنا ندرسه. لقينا جسمنا بيتكون من حاجة اسمها سيستم او جهاز. يعني يا دكتور سيستم او جهاز؟ ايوة، انا كان جسمي فيه شوية اجهزة، جهاز هضمي، جهاز تنفس، جهاز اخراج، وكان كل جهاز بيتكون من اجزاء اسمها اوركانز. يعني يا دكتور بيتر اوركان؟ كنا بنقول ان الاوركان يعني عضو او حتة من السيستم، زي مثلا جهازك الهضمي، البق حتة منه، والمعدة حتة منه، اجزاء كتير. طب دكتور فاكرين كل اوركان او عايزين ندرسه هنلاقيه معمول ازاي؟ والله يا دكتور الاوركان ده لو انا عايز ادرسه اخدنا حته منه وحطيناها على الميكروسكوب. حتى فاكر لو انا خدت حته من جسمي وحطيتها على الميكروسكوب بشوف ايه؟ بلالين 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 بلالين. كان كل بالونه اسمها سل او خليه. طب دكتور بيتر، خلايا جسمي عشان تفضل شغاله كانت فيها مولكيولز واتومز. يعني ايه مولكيول واتوم؟ تعال نفتكر، كان ايه يا واد اهم مولكيول بيخش جسمك؟ ال H2O، مولكيول تاني زي الملح، دي مولكيول مهمه جدا للجسم. طب دكتور فاكر المولكيول والاتومز كان المفروض ليهم وظايف كتير قوي قوي قوي؟ يمكن اهم وظيفة ليهم ان الحاجات دي بتدي السل طاقة، بتدي سل طاقة. طيب يا دكتور مين اهم مولوكيول بتدي السل طاقة؟ لا الصراحة المولوكيولز اللي بتدي السل طاقة كانوا مشهورين قوي. كان دي مولوكيول اسمه كاربوهيدراتس، the best source of energy، احسن حاجة تدي طاقة. بعديها الليبيدز. الليبيدز دي الدهون، لو جسمك مفيهوش كربوهيدرات بيكسر الدهون ويجيب منها الطاقة. طب دكتور كان في مولوكيول تاني بيخش الجسم اسمه بروتين، ممكن اجيب منه طاقة، بس الصراحة البروتين مش هدفه الرئيسي تدي طاقة. امال بتعمل ايه؟ قلتلك لما اقولك بروتين تقولي قول، لان البروتينات دي كانت بتبني حاجات كتير في جسمك، بتعمل انتي بادي وبتساعد في الباتي كروس والباتي ليكويدز، الممبرين، كروموسوم. البروتينات دي مركبات باكلها في البيت والفراخ، وصفتها الرئيسيه انها تبني حاجات كتير في جسمي. بس لو جسمي ما فيهوش كربوهيدرات وما فيهوش ليبيدز ساعتها ممكن اجيب منها طاقه، انما اساس البروتين بتبني كل حاجه في جسمي. طب دكتور الثلاثة مولوكيول دول اللي بيدوا السل طاقة وجسمي بيستخدمهم عشان يبني بيجي الخلايا بتاعتنا، باقي بس مولوكيول لسه ما شرحناهوش اسمه النيوكليك اسيد. تعرف ما هو النيوكليك اسيد؟ ده يمكن اهم واحد فيهم. ليه؟ لان ده حرفيا اللي بيشغلهم كلهم. ايه بقى المولوكيول اللي اسمه نيوكليك اسيد اللي بيشغل خلايا جسمك؟ والله النيوكليك اسيد دول كانوا نوعين، مولوكيول اسمه تي ان اي وار ان اي، الاثنين اسمهم نيوكليك اسيد. ايوه، الان اختصار نيوكليك والاي اختصار اسيد، فبيسموه النيوكليك اسيد. طب دكتور بيتر ايه الاثنين دول؟ التي ان اي ده انا يمكن بسمع عنه، انما الار ان اي انت ما سمعتش عنه قبل كده. الاول تعال اعرفك، انت عارف ليه بنسمي التي ان اي نيوكليك اسيد؟ لان ربنا لما جه يحطه جوه السل بتاعتك كان جاب علبه اسمها ايه؟ نيوكلاس. علبه اسمها ايه؟ نيوكلاس، وحط فيها التي ان اي بتاعك. فالتي ان اي بتاعك منه محمي جوه النيوكلس، فكان بنسميه نيوكليك اسيد. طب دكتور بيتر هو ليه التي ان اي محمي جوه النيوكلس؟ ما هو المميز
في الدي ان ايه، هل محتاج حمايه يعني مخصوص وعلبه مخصوص اسمها نيوكلياس تحميه؟ قلنا يا جماعه لو الدي ان ايه بتاعنا باص بيجيب حاجه اسمها ميوتيشن. لا مش فاهم يعني ايه يا دكتور ميوتيشن؟ بعيد عنك مرض ملوش علاج، بيسموها بالعربي طفره في الجينات، بالبلدي مرض ملوش علاج. زي ايه بطوط الميوتيشنز او الامراض اللي ملهاش علاج اللي بتيجي لو الدي ان ايه باص؟ مرض بسيط قوي اسمه كانسر. الكانسر ده مش بيبقى ميكروب، ده بيبقى الدي ان ايه بتاع خلايا جسم باصت فبدات تشتغل عشوائي فيجي مرض اسمه كانسر. طب دكتور الدي ان ايه ده ربنا خلقه ازاي؟ لو انت تفتكر من ايام زمان ان الدي ان ايه بتاعك عباره عن مركب كبير قوي قوي قوي، فاكرين المركب ده بيبقى عامل زي حبل الغسيل، خيطين ملفوفين على بعض. طب لو انا طلعت الدي ان ايه في خليه وفردته، حد فاكر الدي ان ايه بتاع الخليه اللي اتفرد بيبقى طوله قد ايه يا جماعه؟ 2 متر. خيطين طولهم 2 متر طويل جدا. وده لطيف قوي، ولكن كان في سؤال، ليه تملي الدي ان ايه بيقولوا عليه قابل استرينت؟ ليه تملي الدي ان ايه بيبقى خطين مش خط واحد؟ فاكر؟ ايوه شطور، الدي ان ايه بيبقى خطين مش خط واحد، ده بيزود الاستابيليتي. بيزود ايه يا ولا؟ الاستابيليتي، لان الخطين دول بيبقى ما بينهم بوند، ما بينهم بوند، فهم خطين ماسكين بعض ما بينهم بوند، صعب ان هم يتكسروا، صعب ان هم يتغيروا، بيبقوا ستيبل جدا. فخليك فاكر الدبل ستراند يسودوا الاستابيليتي. طب دكتور بيتر البوند اللي ما بين الخطين دي كان اسمها ايه؟ ايوه شطور، كان اسمها هيدروجين بوند. فاكر يعني ايه هيدروجين؟ حبيبي دول خطين ماسكين بعض ما يسيبوش بعض ابدا، لو باصوا يعني وسابوا بعض والحب اللي ما بينهم راح يجي لك مرض مالوش علاج. طب كنا فاكرين من ساعه ما اكتشفنا دي ان ايه، فاكرين اكتشفناه سنه كام يا جماعه؟ 1950، يعني من حوالي 70 سنه. كنا فاكرين ان ربنا خلق الدي ان ايه يشغل كل خلايا جسمنا، لحد ما العلم اتقدم اكتشفنا ان في حاجه تانية شبهه اسمها ار ان ايه. فبقوا نيوكليك اسيد تانا ورانا. رانا دي بقى كانت وحشه قوي. ليه؟ فاكر رانا دي كانت عايشه فين؟ في الفيروس. ها ها هاي في الفيروسات. زي مين يا دكتور فيروسات عندها مركب اسمه ار ان ايه؟ انفلونزا، ايدز، كورونا. دي كانت شويه فيروسات عندها فيروس ار ان ايه. يعني يا دكتور فيروس في ار ان ايه؟ تعال افكرك، لقينا احنا وبنحلل يا اخويا البتاع الفيروسات ديت، لقينا عندها الشينات بتاعتها عباره عن خط شبه الدي ان ايه اسمه ار ان ايه. طب والخط ده مفيش خط تاني يرتبط بيه؟ لا، فده بيبقى مش ستيبل قوي. يعني ايه مش ستيبل قوي؟ صعب ان احنا نكسره، بيتغير بمعدل سريع. يعني ايه؟ يعني ممكن يغير تركيبه عادي جدا، ده خط واحد ممكن يتفاعل مع اي حاجه. عارف لو خطين ماسكين في بعض ومستقرين ما يتغيروش بسرعه، خط واحد بيبقى سهل ان يعمل تفاعل مع اي حد. فعشان كده هذه الفيروسات لحد النهارده ليس لها علاج. الانفلونزا ما لديش دواء يموت فيروس الانفلونزا، الايدز ما فيش دواء يموته، الكورونا طلعت علينا. ليه؟ لان هذا الفيروس ار ان ايه وليس دي ان ايه. اوكي طب دكتور تعالى ناخدهم نعرف اهم واحد فيهم اللي يخص جسمنا الدي ان ايه، تركيبه وطريقه شغله. فاكرين لما كنا نشرح تركيب الدي ان ايه؟ لقيناه مركب حجمه كبير جدا، ماكرو او بوليمر، حجمه كبير 2 متر، بيكون من قطع صغنونه مونيمر. القطعه بقى بتاعت الدي ان ايه كان اسمها نيوكلوتايد، القطعه بتاعت الدي ان ايه اسمها نيوكلوتايد، زي ما كنت بشبهها لك بالمكعبات، بقول لك المكعب الواحد اسمه نيوكلوتايد. طب لو انا مسكت كذا نيوكلوتايد في بعض، كذا نيوكلوتايد في بعض، يطلع الدي ان ايه بتاعنا. طب يا صديقي النيوكلوتايد يا
حد فاكر كانت عامله ازاي وتركيبها ايه؟ لما جينا ندرس النيوكليوتيديايا لقينا النيوكليوتيديايا يا جماعه عباره عن ثلاث اجزاء. النيوكليوتيديايا الواحده كام جزء؟ ثلاثه. ايه هم الثلاثه؟ سكر ماسك في بي او 4 ماسك في حاجه اسمها نيتروجين بيس. اي نيوكليوتيديايا سكر ماسك في بي او 4 ماسك في حاجه اسمها نيتروجين بيس. طب دكتور ايه اجزاء كل حته؟ يعني السكر ده ايه والبي او 4 والنيتروجين بيس عاملين ازاي وماسكين في بعض ازاي؟ تعال افكرك. لما جينا نبص على السكر اللي بيكون في الدي ان ايه لقيناه سكر بنتوز. احنا قلنا اي سكر اصلا اخر او اس اي زي جلوكوز وفركتوز. طب يعني ايه بنت؟ يعني خماسي. فالبنتوز سكر ده سكر خماسي. طب دكتور بيتر سكر خماسي ربنا عمله ازاي؟ اكيد عمله حلقه خماسيه. طب الحلقه الخماسيه دي يا جماعه هل كان فيها خمس كربونات؟ لا، انا عارف ان اهم اتوم في الجسم الكربون، بس دي ما كانش فيها خمس كربونات. تقول لي ليه؟ اقول لك لان الكربون عشان تبقى ستيبل بترتبط بمين؟ ب H و O H. H و O H. H و O H. حد فاكر ليه يا جماعه بعمل كل ده؟ علشان الكربون اللي ستيبل محتاج 4 بوند، فتلاقي الكربونه عامله ادي بوند الثانيه الثالثه الرابعه فتبقى ستيبل. الكربونه دي عامله بوند الثانيه الثالثه الرابعه فتبقى ستيبل. فكل الكربونات عشان تبقى ستيبل محتاجه تعمل 4 بوند. فايه اللي يحصل لو كان ربنا حاط لك الكربونات في رنج كده لسيسه وقال لك ادي يا عم السكر بتاع الدي ان اي، هل ده ينفع؟ قلنا ما ينفعش. ليه؟ لان احنا لو جبنا حلقه بندوس يعني حلقه خماسيه وحطينا فيها خمس كربونات هتلاقي الكربونات ماسكه في اتش و او اتش. اتش و او اتش دي اشهر حاجه واسهل حاجه الكربونات تمسك فيها. ليه؟ ما هو اتش او اتش هو اول اتش او اتش دي يا جماعه عباره عن ايه؟ كانك بتقول لي اتش 2 او ميه. فلو انا عايز اعمل سكر اكون بيه الدي ان ايه خد اي ميه واسحب الاتش والاو اتش مسكهم في الكربون وخلاص كده. بس يا جماعه الحلقه الخماسيه بتبقى كبيره ولا صغيره؟ لا حلقه صغيره. لما احط جواها اتومز كتير لا الاتومز هتبقى ان ستيبل، كانك جبت طبق صغير وحطيت فيه اكل كتير هيتلتق منك. فلا بص لو في اتومز كتير جوه رنج صغيره بيحصل ما بينهم حاجه اسمها ريبالشن. يعني ايه ريبالشن؟ بيقعدوا يسقوا بعض، ما بيكونوش مبسوطين، ده بيخلي الحلقه انستيبل وممكن تفرقع. فلا ربنا ما عملش كده. ربنا عشان يخلي الحلقه ستيبل قرر ياخد السكر يعمل فيه تخييرين. فاكر ايه هما التخييرين يا ولا؟ تعالى افكرك. كان اول تخيير ربنا عمله على الكربونه، سيبك من نمبر 1 دي الكربونه نمبر 1،